الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من عنده كثرة العكوسات في المنزل فعليه بهذا الورجيت سهل إن شاء الله. تقرأ سورة الفلق 111 لمدة 7 أيام في المنزل جهرا. تقرأ سورة الفلق 111 مرة لمدة 7 أيام إن شاء الله، وإذا استطعت واظب عليها أكثر، إذا استطعت مثلا 21 يوم، ولكن أقل عدد 7 أيام ترى النتائج في المنزل. من عنده كثرة العكوسات في المنزل لا يدخله الرزق، أو عنده المشاكل في المنزل، أو عنده العكس، أو يحس بأن المنزل كأنه يأتيه ضيق في المنزل، فليقرأ سورة الفلق 111 مرة يوميا إن شاء الله لمدة 7 أيام أقل عدد. هذا كل شيء، أتمنىكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا